السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا أصدقائي؟ كيف أمسيتم؟ أمسينا وأمسى الملك لله، والحمد لله، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. قوانين التعلم عن بعد: الحضور والاستعداد قبل الحصة بدقائق، تجهيز الدفاتر والأقلام، اذهبوا إلى دورة المياه قبل البيت، أجلس حتى انتهاء الوقت. صورتنا لهذا الأسبوع بإذن الله هي صورة الهمزة كاملة. ما هي آداب تلاوة القرآن الكريم؟ أضعوا يدي على صدري، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده، يحسب أن ماله أخلده، كلا لينبذن في الحطمة، وما أدراك ما الحطمة، نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. صدق الله العظيم. أيام الأسبوع يا أصدقائي هي 7 أيام، نبدأها بيوم الأحد، من ثم الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة والسبت. بالأمس يا أصدقائي كان يوم الاثنين، ماذا يأتي بعد الاثنين؟ يأتي الثلاثاء، أحسنتم. بالأمس كان التاريخ رقمه 14، ماذا يأتي بعد الرقم 14 يا أصدقائي؟ يأتي 15، أحسنتم. من شهر 6 1443 للهجرة. كيف حال الطقس يا أصدقائي؟ الطقس مشمس أم غائم أم غبار أم ممطر؟ الجو يا أصدقائي اليوم مشمس. من ربي؟ ربي الله. ما ديني؟ ديني الإسلام. من نبي؟ نبي محمد صلى الله عليه وسلم. ما كتابي؟ كتاب القرآن الكريم. أين الله؟ الله في السماء على العرش استوى. كم عدد أسماء الله الحسنى؟ 99 اسما، منها المؤمن والمهيمن. أركان الإسلام 5: أولا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثانيا إقام الصلاة، ثالثا إيتاء الزكاة، رابعا صوم رمضان، خامسا حج بيت الله الحرام. طيب أصدقائي، نشودة الرسول. من هو مؤسس المملكة العربية السعودية؟ الملك عبد العزيز آل سعود. من هو ملكنا؟ الملك سلمان آل سعود. من هو ولي العهد؟ الأمير محمد بن سلمان. ما لون علمنا؟ أخضر وأبيض. ماذا يكتب في العلم؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله. ماذا يرسم في العلم؟ يرسم ماذا؟ السيف. على ماذا يدل السيف؟ يدل على القوة. النشيد الوطني. إذن يا أصدقائي، وحدتنا هي وحدات الغذاء. عندي شجرة تفاح، الجزء الذي آكله فيها ماذا تتوقعون؟ أحسنت، هو الجزء الثمرة اللي هي التفاح، الجزء العلوي فيها. أحسنتم يا أصدقائي. إذن تتوقعون مفهوم حلقتنا ماذا؟ أجزاء النبتة التي تؤكل. أحسنتم. طيب أصدقائي، الأشجار تعطي الثمار ونستعمله في غذائنا. كما نرى يا أصدقائي، الشجرة التي في الأعلى ماذا تعطينا؟ البرتقال. أحسنتم. والشجرة الأخرى وهي يا أصدقائي حول الأرض، لا تكبر كبيرة جدا، إنها شجرات الفراولة. أحسنتم. إذن الفراولة لونها أحمر والبرتقال لونه برتقالي. طيب أصدقائي، تحتوي الثمار على الحبوب في الداخل وأحيانا في الخارج. انظروا يا أصدقائي إلى الكيمترا، انظروا إنها حبتها وثمرتها الحبة الحبوب بداخلها، ولكن الرمان يا أصدقائي في الخارج، في كل مكان من الخارج يا أصدقائي. طيب، النباتات الجذرية تنمو تحت التربة،
هنالك يا أصدقائي نباتات تنمو تحت التربة، وهي الثمرة نأخذها من تحت التربة يا أصدقائي، مثل ماذا؟ مثل البصل والزنجبيل، أحسنتم، وأيضا الجزر والبطاطس، أحسنتم، نأخذه من أسفال النبتة، من مكان الجذور يا أصدقائي. الظروف في أسفل في التربة لا تكون مرئية، عندما يا أصدقائي نحفر الأرض للحصول على النبتة الجذرية. كيف نأخذ الجزر يا أصدقائي؟ لابد من حفره. نتناول الأوراق النباتية الورقية في غذائنا. في أصدقائي نباتات نتناول أوراقها مثل ماذا؟ من يذكرني أصدقائي؟ أحسنتم، مثل الخس، وأيضا البقدونس والجرجير، أحسنتم. إذا هذه الأوراق نأكل أوراق هذه النباتات نأكل أوراقها. الرياضية. إذا أصدقائي سنتعرف على الزراعة، كيف نقوم بالزراعة وماذا نحتاج للزراعة؟ وشيء أصدقائي ماذا يعني الزراعة؟ غرس البذور في التربة للحصول على النبات. أولا أصدقائي نحفر حفرة ونضع البذور. طيب أصدقائي من يذكرني من أين نأخذ البذور؟ أحسنتم، من الثمار. هناك بذور في الكمثرى وفي البطيخ وفي الليمون، أحسنتم، انظروا للصورة، هي مجموعة من البذور نأخذها من النباتات ونضعها على التربة ونسقيها بالماء حتى تكبر وتصبح شجرة كبيرة. إذا نحتاج إلى تربة مناسبة للزراعة، وهي التربة الزراعية يا أصدقائي حتى نقوم بالزراعة. إذا يا أصدقائي أنا أريد أن أصنع سلطة فواكه، من يخبرني ماذا أحتاج لسلطة الفواكه؟ أحسنتم، نحتاج إلى الفواكه التي أريدها من التوت والعنب، أحسنتم، وأيضا الفراولة والمانجو، وأيضا البرتقال والتفاح والكمثرى. هنالك فواكه كثيرة، التي أريدها هو التي أقطعها في سلطة الفواكه. إذن أصدقائي أحتاج إلى السكين، عندما أقوم بهذه السلطة أصدقائي لابد من شخص كبير معي أصدقائي، ثم أعد سلطة جميلة ورائعة ومفيدة جدا. إذن أصدقائي نشاهد في الصورة من صاحب الإجابة الصحيحة. هنا ثلاثة مغناطيس، من الذي يحتاج الثلاثة؟ هنا مكتوبة يا أصدقائي ثلاثة اثنان، أحسنتم، إلى النشار الذي يحتاج إلى ثلاثة مغناطيس. طيب أصدقائي المسامير كم عددها؟ هنا الشخص يحتاج إلى خمسة، وهنا ستة، وهنا سبعة. نشوف يا أصدقائي كم تحت كم هي؟ واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة. أصدقائي هو التي يحمل سلم، أحسنتم، هو التي يحتاج سبعة مسامير. طيب تعرف قصة الكتكوت العنيد؟ ثم أنشودة الله وراكم لاحقا، وإلى اللقاء.